وإذا به يتمثل بشموخ وكرامة، يتمثل بماذا؟ على صغر سنه يقول الخوارزمي في مقتله قتل 35 بطلا. يا أخي واحد عمره 12 سنة يحمل على جيش 30,000، والله يا إخواني لو لم يقتل ولا واحد خروجه يعتبر بطولة لا مثيل لها. التفتت؟ فكيف يقول وكانت همته أن يقتل حامل لواء حامل الراية لابن سعد، ما يكتفي بالجنود العاديين، يريد يقتل حامل الراية. يقول حميد بن مسلم برز إلينا غلام، لكن هذا شلون الغلام؟ وجهه قمري كأنه البدر ليلة تمامه وكماله، لكن ماذا أرحب قلوبنا على عمامه منقسمة إلى نصفين، لابس لباسه بصورة الكفين. وأخذ يقول القوم ما دروا من هو هذا، وإذا به يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المجتبى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا شقوا صوب المزن. يقول كان إلى جنبي عمرو بن سعيد بن نفيل، قال والله لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن به عمه وأمه. قلت أما كفاك الذي نحتوشوه؟ قال والله لأفعلن. فما ولى الغلام وجه. يقول بينما هو يقاتل انقطع شسع نعله، لا أنسى أنها اليسرى، فأبى أن يكون في ميدان الكفاح حافيا، فانحنى ليصلح نعله، فرفع اللعين سيفه وضربه على أم راسه. ألا من مناد وقاسم. لما بلغت روحه التراقي نادى عم حسين عليك مني السلام. أقبل إليه الإمام من جلت الغبر إلا والإمام واقف على الغلام وهو يفحص برجليه. احتمله إلى المخيم، جاب ومد ما بين أخوته، قعد عدهم يا ولي وهم ماته. ولما سمع النسوان صاته، اجت زينب تصيح الله وأكبر. أقبلت بنات الرسالة سكينة من جانب، أمه من جانب، لما سمعنا بهذا المصاب نادينا وقاسما. طلعت سكينة تجذب الونا خفية، تنادي يا جاسم بدلت عرشي بعزي، من عاينت عرشها مخضاب بدمه، ممدود ما بين اخوتي واولاد عمه. وشافت ابوه ينوح ينتحب وينوح يمه، نادت يا ابو يشه العريس لقشر علي. أوالي أما أمه و
وقفت على باب الخيمة ما دخلت استأذنت من زينب زينب قولي للحسين رملة تريد أن تودع ولدها فأقبلت الحسين قام ودموعه جارية أقبلت الأم تنادي وولدت صيح انتحل جسمي يا جاسم من ونينا ذوبت قلبي لا تصيد ليا الريس يا ابني ولا المقابر زافينا صار يفرد ساعة زفافك والمنية أنا من شفت عمك لبسك تفصيل تفصيل الأكفاء قلت الولد ما يعود من حماة المهدى قوم يا سكنة ودع شمعة يا شمعة الشبة حنات حنايات الوادي ملول فاه العيد حنات وانا ضلوعي على الشبايان حنت اشكث الرمل على الجسام حنت شباب موسد تراب المني يا والله شباب موسد تراب المني مرملا مذرأته زينب صرخت رملة صرخت يا الله. نحتاج إلى الدعاء في كثير من مواطن مرضى مساجين على كل حال نحتاج الجأوا إلى الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا